يمسيكم بالخير. هذا سبرينا مال اليوم اللي شوينا لكم. خل نوريكم عقب ما ارتب الصحن او الصينيه هذه وتشوفونه ان شاء الله يطلع عند حسن الظن وعلى حسن الاصول. خلكم معي. هذا سبرينا عقب ما سويناه. الحين راح اسوي لكم طحينه وتشوفونها ان شاء الله حق شوي السمك. بابريكا، فلفل حار، فلفل اسود، كمون. حط هذا الروب هذه الطاسه او الباديه. اضيف الطحينه الحين فوق هذا الروب. اضيف الليمون. شوية زيت زيتون. واضيف الثوم. نزل البهارات هذه اللي ذكرتها لكم. صارت طحينه معانا بهذا الشكل، طحينه منزليه لذيذه والاروع. خلكم معي اوريكم السمك. شوف السمك حالاته من داخل. من هذا السمك مقمس بهذه الطحينه. نقول بسم الله. شيء ولا اروع. جابوا الخلطه يا جماعه لذيذه، انا حطيتها 45 تحت او اخر ربع ساعه فوق، رفعته كشفت عنها القصدير. سلامتكم، يعطيكم العافيه.